عايزه اروح بقى معاكم لنقطه حلوه جدا انا وكريم برضو اتكلمنا عنها في الانترو، لان دي بنسمعها كتير، وعايزه رد بقى قاطع وصريح من كابتن شريف. قال لك ايه؟ قال لك الاهلي ما فيهوش بديل للشناوي، قال لك علي لطفي مستواه يعني ما يسدش قوي، ومصطفى شوبير مش عارف ايه، كلام زي كده. واحنا هنرجع نقول تاني ما فيش حد اسمه محطوط ان هو محسوب على الاهلي ما يصلحش او ان هو اقل منها. فعلي لطفي امبارح اعتقد ان هو كان الرد على الارض زي ما بنقول، ومش محتاجين بقى نتكلم كتير. كنت متوقع بصراحه من علي لطفي كده؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم ونعم بالله. كويس، مهما اتكلمتي. انا اعرف اعلامي طلع قال لفرقته انا مش هقبل اقل من ثلاثه بكره. انا عارف حضرتك بتتكلم عن ايه. يعني ربنا يوفقه. الكوره اللي حصل في الماتش امبارح، لقيت شيكابالا بيحضن في اخر مباراه مروان، ومقتنع بما حدث، مبسوط بما حدث بالجول اللي جابه. شاف ان فرقه النادي الاهلي فرقه محترمه جدا، كل التخيلات وكل التهيؤات اللي كانت ممكن تحصل في الملعب ما كانتش موجوده، ان الواقع شيء مختلف. مش الاهلي بس، اي فريق بيبقى بهذا الروح والاحترام لنفسه وذاته والاسم من ناديه واسم فانيلته، وينزل يلعب ويؤدي بهذا الشكل، لازم ربنا هيكرمه. انا سمعت حد برضو وانا النهارده من الصبح بسمع اراء في محطات على الراديو، بيقولوا حد دخل يحيي لعيبه النادي الاهلي، دخل يسلم عليهم بيقول لك وانا داخل بقيت حاسس ان انا لو رميت الابره هسمعها. قد ايه لعيبه مركزه، قد ايه لعيبه مهتمه، قد ايه لعيبه مهتمه بجماهيرها، مهتمه بشخصيتها، مهتمه بكرامتها، مهتمه بالفهم معنى مباراه الاهلي والزمالك. على الاقل ما نتغلبش، على الاقل نبقى طالعين اصحاب حبايب، ما يبقاش في شكل زي اللي حصل امبارح. بس اللي حصل امبارح ده بقى ياخدني لنقطه جت في دماغي امبارح وانا بتفرج. هو احنا ما بقيناش نتوقع الاهلي مؤخرا؟ يعني في مباريات بتحصل بنقول لا دي سهله جدا، احنا هنخش نخلص على طول، هو ما بيحصلش. وامبارح كان بصراحه خلينا نكون صادقين كان في قلق، والعكس كان صحيح، احنا اطمنا من الدقائق الاولى. فهل ده ما بقاش بصراحة. يعني بصراحه بيبقوا نازلين فاكرين انهم هيكسبوا في اي وقت. يعني فاكر الماتش بتاع المريخ؟ يعني بلعب فريق المريخ بالظبط اللي كان السيناريو، ونقدر نكسب هناك في اي وقت، ورحنا على الجول مرتين في الاول خلاص الحاله بقت اكتر ارتياح، وهوب جولين في وضربه جزاء راحت كمان من ستر ربنا. هو ده الرياكشن، هو ده اللي انت بتتكلمي عنه. كانش اللاعب هيحترم الجيم نفسه ويخلص الجيم بدري، كان زمان الاوردر بتاعنا في اول 10 دقائق لازم ماتش يخلص. ما دخلوش المنافس معاكم في الجيم، لان ممكن اي حاجه تحصل. احنا كنا بنلعب فرقه مولين العرب دي والله العظيم ثلاثه، كل من لعبهم يبقوا جايبين جون في جيبهم وهم نازلين، ما نلحقش نسنتر تيك جول وتطلع نتيجه 4-1 احنا كسبانين، 4-3 3-1 2-1 كنا بنكسب. بس انت لا تتوقعي ان الخصم يبقى عايز ياخد منك ويقتنص منك اي شيء، اي حاجه، ان شاء الله فاول يحطه في العارضه ان شاء الله، يعني مش يكسبك بس. وقتها كابتن شريف برضو بتهيألي كانت الامور اهدى كتير بالمقارنه بالايام اللي احنا فيها، يعني تفصيله زي السوشيال ميديا اللي استجدت وحجم تاثيرها على نفسيه اللعيبه، لو حد منهم بيبص بصه كده على تويتر او على فيسبوك او يعني ايا كان، حتى لو بياخد فكره، ساعات لما لعيب بياخد فكره مغلوطه مبنيه على اراء مش دقيقه، ممكن ده ينعكس بالسلب على حالته المزاجيه وهو داخل يلعب على ماتش مهم. بيتهيألي زمان ما كانش طبعا، نظرا ان ما كانش فيه انترنت والنوع ده من الامور، كان فيه مساحه للتركيز اكتر شويه، ولا ده انطباع خاطئ عندي؟ لا، ده كان فيه حاجه اقوى كمان يا كريم. احنا كنا اللعيبه زمان حتى الافارقه اللي احنا كنا بنروح نلعب قدامهم، ما كانش فيه حاله الاحترافيه بتاعت افريقيا دي طبعا. لفرنسا اللعيبه دي كلها، جورج وايا ده كان بيلعب عادي فين وفين لما احترف وراح لعب بره. احنا كنا بنجيب لعيبه زي عبد الرزاق ده اللي جه لعب مع المقاولين العرب، دي لعيبه نيجيريا كان فيها قمه من اللاعبين، مش حاضر اقول لك كوت ديفوار كان فيها مين، والكاميرون والسنغال، كنا بنلاعب فرق طبعا احنا كامله الشكل والكيان، وانت كنت لازم تبقى بنفس المستوى بنفس الشكل. الفرقه لما بتيجي تروح تلعبها هناك انت رايح في المجهول، انت صحيح. مش عارف انت رايح، بتشوف حاجات وبتشوف جماهير وبتشوف حكام وبتشوف مطر وبتشوف
وبترجع والحمد لله. يعني سنه 81 كنا هنتوج لولا وفاه السيد رئيس محمد انور السادات وما قدرناش نكمل بطوله. 82 ربنا حقق لنا قدام كوتوكو عملنا بطوله وخدنا بقى على كده. ابتدت بقى 84 و85 و90 على ما اعتقد او 92 وقعدنا نكمل واحده ورا الثانيه. بقت العاده بتاعتك بتزيد عندك ثقافه التعامل مع الافارقه وابتدت الافارقه بقى الجامدين جدا بيطلعوا بره يحترفوا في البلاد الاوروبيه. انت كاحساسك واللي تعودت عليه في المؤسسه بتاعت نادي الاهلي هو سيناريو واحد، انت عاوز تاخد البطوله انت عايز تكسب بالزبط. ان شاء الله تبقى لي، لان انا بوفر لك كل السبل الممكنه بالنسبه لك. طيب. شخصيتك بقى اللي هي ظهرت في ماتش امبارح دي احنا عايزينها دايما واضح. الله عليك في السؤال اللي انت سالته، انت بشخصيتك بتاعت امبارح كل لاعب طلع اللي عنده. ايوه واحد بيعرف يشوط استغل الشوط جاب جولين امبارح محمد شريف طبعا ولا انا غلط؟ واحده بيمينه والثانيه بشماله، وفي اجمل من كده حاجه؟ لا مفيش اجمل من كده. وفي اول ثانيه كان هيجيب جول كمان بالعرضيه صحيح.